المسائية من جريدة أصوات سنة الله عليكم، وفي عناوين ملفها: وزارة الصحة تعلم عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. صاحب الجلالة محمد السادس يبعث برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقبالها. التدخل لتعقيم الأسواق على المستوى الوطني خوفا من تفشي الوباء. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 122 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 883، في حين بلغ عدد المتعافين 65 حالة بزيادة 9 حالات خلال 24 ساعة الماضية. وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وجاء في برقية جلالة الملك: لقد تمكنت المملكة المغربية وجمهورية السنغال بفضل ما يجمعهما من روابط أخوة عريقة من بناء شراكة إفريقية نموذجية قائمة على تعاون متعدد المجالات ومفيد للطرفين. وفي إطار اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية، تمت مراسلة وزير الداخلية من قبل رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، للتدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية والقيام بعمليات تعقيم الأسواق على المستوى الوطني. وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، تقترح المكتبة الوطنية للمملكة المغربية طائفة من الكتب الصوتية يمكن الولوج إليها عبر موقعها على الإنترنت. وتتضمن هذه المجموعة المختارة من الكتب أعمالاً لمجموعة من المؤلفين الكبار، كما تتيح المكتبة قائمة منتقاة من الروابط التي تحتوي على كتب صوتية وكتب في صيغة إلكترونية موجهة لتطوير الإبداع والخيال لدى الأطفال. وبفرنسا، قد أثارت تصريحات طبيب فرنسي لاقتراحه إجراء تجارب لقاح محتمل لوباء كورونا في إفريقيا، أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة إياها ميزا عنصريا على الأفارقة. وقد التمس الطبيب اعتذارا بعد أن قال بالحرف: لو استطعت أن أكون مستفزا، ألا يجب علينا إجراء هذه الدراسة في أفريقيا حيث لا توجد أقنعة أو علاج أو رعاية مكثفة بشكل ما بالطريقة التي أجريت بها بعض الدراسات المتعلقة بالإيدز. وبهذا نكون قد أنهينا النشرة. إلى اللقاء.